السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. ثانوية عشتار الأهلية للبنات، الصف الثاني متوسط، مادة الرياضيات، مدرسة المادة بنات ماما. قبل أن ندخل في الفصل الأول لازم ناخذ مراجعة سريعة حتى نستعيد نشاطنا ونقدر نحل الاختبار القبلي. ماما المراجعة راح تكون المواضيع اللي تشمل الاختبار القبلي والمواضيع عامة بخصوص الرياضيات للمراحل السابقة. أول فقرة نتعرف على مجاميع الأعداد. المجاميع الأعداد عندي ثلاثة: مجموعة الأعداد الطبيعية، مجموعة الأعداد الصحيحة، مجموعة الأعداد النسبية. الأعداد الطبيعية أرمز إلها بالرمز N وتشمل الصفر والأعداد الموجبة. الأعداد الطبيعية أرمز إلها بالرمز N وتشمل الصفر والأعداد الموجبة من الواحد إلى ما لا نهاية. أما الأعداد الصحيحة أرمز لها بالرمز Z وتشمل الصفر والأعداد الموجبة، يعني الأعداد الطبيعية نفسها، وأضيف إلها الأعداد السالبة. الأعداد الصحيحة تشمل الصفر والأعداد الموجبة من الواحد إلى ما لا نهاية، والأعداد السالبة من سالب واحد إلى ما لا نهاية. والأعداد النسبية أرمز إلها بالرمز Q. الأعداد النسبية شنو؟ هي أعداد أو كسور التي تقع بين عددين صحيحين. أعداد أو كسور تقع بين عددين هذا يعني بأن الأعداد الطبيعية جزء من الأعداد الصحيحة، والأعداد الصحيحة جزء من الأعداد النسبية. يعني المجموعة الصغيرة طبيعية والأكبر منها صحيحة، والأكبر منهم اثنينهم نسبية. راح ندخل بالجزء الأول أو الفقرة الأولى من الاختبار القبلي أو المراجعة، أقدر أقول كيفية التعبير عن العدد الصحيح أو العدد العشري بصيغة كسر اعتيادي. يعني أن إذا كان العدد صحيح نضع له مقام واحد، أما إذا كان العدد عشري ترفع الفارزة ونلاحظ الجزء العشري. إذا كان مرتبة واحدة نضع 10، أما إذا كان مرتبتين نضع 100، وإذا كان 3 مراتب نضع 1000، وهكذا. أول فقرة أضاوع عليها هي عدد المراتب، أرفع الفارزة وش كم عدد المراتب أضع. راح أخذ أمثلة توضيحية توضح لي هذا الشيء. 4 يريد أحوله من عدد صحيح إلى كسر اعتيادي. مباشرة بما أنه منطيني عدد صحيح، مباشرة فقط أحط إلى مقام يساوي 1. المثال الثاني: 4 عدد صحيح واثنين بالعشرة. 4 عدد صحيح واثنين بالعشرة، راح أجي أخذ العدد نفسه بدون فارزة، يعني 42 على، أحسب كم رقم على الفارزة من جهة اليسار، العفو من جهة اليمين، رقم 1 اللي هو 2، إذن أضع 10 يعني 0 1. مثال 3: 9 عدد صحيح و 42% يساوي، راح أخذ الرقم كله 942 بالبسط على، بالمقام أحسب الفوارز من جهة اليمين فارستين، مرتبتين العفو، الاثنين والأربعة، إذن أضع بالمقام 100. مثال 4: 0 عدد صحيح و 821 بالألف. 0 عدد صحيح و 821 بالألف، راح أقول يساوي 821 بالبسط الرقم نفسه والصفر باليسار، وجود أو عدم نفس الشيء، يعني حتى إذا ما كتبت عادي، أقصد بالكسر، على ألف. ليش؟ لأن 3 مراتب عندي بعد الفارزة من جهة اليمين، إذن أضع ألف. سرح أخذ كيفية التخلص من العدد الصحيح. شلون أجي أتخلص من العدد الصحيح؟ يتم التخلص من العدد الصحيح بضرب العدد الصحيح في المقام زائد البسط على المقام نفسه. من أجي أتخلص من العدد الصحيح أضرب العدد الصحيح بالمقام زائد البسط على المقام نفسه. راح
آخذ أمثلة توضح لي معنى هذا. 3 عدد صحيح و1 على 2 تساوي 3 عدد صحيح في المقام 2 زائد 1 البسط على المقام 2. 3 في 2 6 زائد 1 7 على المقام 2. مثال رقم 2، 7 عدد صحيح و3 على 2، راح أجي أقول يساوي خط كسر طويل. 7 في 2، 7 عدد صحيح في المقام 2 زائد 3 زائد 3 البسط على المقام نفسه. إذن 7 في 2 14 زائد 3 17 على. راح أجي أخذ فقرة جديدة، كيفية توحيد المقامات، شلون أجي أوحد المقامات. في الجمع والطرح إذا كانت المقامات مختلفة يجب توحيد المقامات. ما أخذني مثال 1 على 6 زائد 2 على 3 ويساوي، بما أنه مقامين مختلفات اللي هم 6 و 3 لازم أوحدهم. راح أقسم أول فقرة أجي أحللهم، أقسم على 2، 6 بيها 3 و 3 بيها 1، أقسم على 3، 3 بيها 1 و 3 بيها 1. إذن ناتج التحليل هم 2 و 3، أضربهم أخذ حاصل ضربهم 2 في 3 6. إذن عندي المقام الجديد هو 6، راح أجي أقول 6 بيها شكم 6؟ الكسر الأول مقامة بيها 1، والستة بيها شكم 3؟ المقام الثاني 2، إذن 1 في 1 1، يعني 6 بيها شكم 6؟ قلنا بيها 1، 1 في 1 1، 6 بيها شكم 3؟ المقام الثاني بيها 2، 2 في 2 4، راح أقول يساوي 4 زائد 1 5 على. ملاحظة، كيفية معرفة الكسور أي منهم أكبر وأي منهم أصغر؟ نقوم بتوحيد المقامات ومن ثم نحدد من خلال البسط. يعني البسط الأكبر هذا يعني كسر أكبر، والبسط الأصغر يعني كسر أصغر. ملاحظة الإشارات، عندي ملاحظات للإشارات عند الجمع والطرح. إذا كانت الإشارات مختلفة نأخذ إشارة العدد الأكبر عند الجمع والطرح، إذا كانت الإشارات مختلفة نأخذ إشارة العدد الأكبر ونطرح. أما إذا كانت الإشارات متشابهة نأخذ وحدة من الإشارات ونجمع. أخذ أمثلة توضيحية على ذلك، سالب 4 عدد صحيح 0.5 بالعشرة وسالب 3 عدد صحيح 0.2 بالعشرة يساوي، أخذ وحدة من الإشارات، اثنينهم سالبة متشابهة، وحدة من الإشارات سالب، 5 زائد 2 7 و 4 زائد 3 7، إذن بديت أجمع من جهة اليمين. النقطة الثانية، سالب 34 زائد 45 يساوي، إشارتين مختلفة، أخذ إشارة العدد الأكبر، 45 إشارة موجب وأطرح، 5 ناقص 4 1، 4 ناقص 3 1. ملاحظة، عند الضرب تضرب الإشارة ثم تضرب الأرقام. شلون تضرب الإشارة؟ موجب في الموجب موجب، سالب في الموجب سالب، موجب في السالب سالب، سالب في السالب. أخذ أمثلة توضيحية، مثال الأول، سالب 11 في سالب 44 يساوي، سالب في السالب اتفقنا نضرب الإشارات أول، سالب في السالب موجب، 4 في 1 4، 4 في 1 4، إذن سالب 11 في سالب 4 يساوي موجب 44، سالب 6 في موجب 8، سالب 8 في موجب 6، سالب في الموجب سالب، 8 في 6 48.
كيفية إيجاد النسبة المئوية التقديرية. كيفية إيجاد النسبة المئوية التقديرية هو تقريب المقام إلى أقرب عدد بحيث يمكن أن تضربه بعدد معين لنحصل على العدد 100، وبذلك نضرب البسط والمقام في ذلك العدد المعين لنحصل على المقام يساوي 100 ونجد النسبة المئوية. أخذ مثال يوضح لي هذا. 1/9 منطيني يقول أريد نسبة مئوية، راح أقول يساوي أقرب الواحد هو نفسه، أقرب 9 إلى 10، بحيث 10 إذا أضربها برقم معين يطلع لي 100، يساوي تقريبا 1 أضربها في 10، العفو المقام 10 لازم أضربه في 10 حتى يطلع لي 100، نفس الوقت لازم أضرب البسط هم ب10، راح يصير 1 في 10 10، 10 في 10 100، إذن الناتج 10%. لهنا وتنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله بالمحاضرة تجي نحل الاختبار القبلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.